مساكم الله بالخير اخوان. بس هذه تينا اللي قلت لكم اياها عنها من قبل، تينا وزيري صار لها عندي سنتين عمرها، وصل ارتفاع عليه حد السور ولا اثمرت لي، تمت سنتين وقلمت تقليم جار لين نزلت خليت ارتفاعها بس متر حد اقصى، طلعت لي ها جابت لي ثمره واحده بس وليه الحين بعد ما استوت اشوفها ما في ولا ثمره. حمرك واحدة ثانية تشوفوا هذه تين اسباني اصفر، شوفها ما صار لها يعني صار لها يمكن 3 شهور 4 شهور، لكن تشوف العجيب هذا القصن الصغير ذي اللي تحت هني اللي ما يتعد طوله نص شبر طلع مثمر لي ثنتين، هذه واحدة وهذه الثانية واحدة ثانية. قالت المثل شبه المثل اللي يقول إذا قبلت الدنيا باض الحمام على الوتد، هذه سبحان الله. وشوفوا هذه الثانية، هذه تركي شوفها ما شاء الله على أنها ما شاء الله تبارك الله خضراء، يعني تكوين خضري قوي، لكن للأسف ما فيها ولا ثمرة سبحان الله. وهذه المحوحوة شوفها فيها كذا ثمرة هني ثنتين كبار كانوا مثل ما تشوفونهم، هذه واحدة وهذه الثانية واللي رويتكم اياهم ساعات تحت الصغار ثنتين سبحان الله، لا في خلقه شؤون. وهني بعد عندي تركي مثل ذي اخذ ذي، لكن اشوف هذه شلون كلش محوحوه، لكنه ما شاء الله شوفها فيه كان ثمره واحده وفي هذه القصنه كان ثمر ثنتين ثنتين كان الثالثه بعد صغيره تحت اللي يقول لك المثل إذا أقبلت الدنيا باض الحمام على الوتد وإذا أدبرت الدنيا بال القط في وجه الأسد عزكم الله